المؤكد ان احنا في صف النادي الاهلي مش في صف الحكومه ولا الوزاره. لا لا انا عايز اقول لك ماشي. والمؤكد ان اللجنه الاولمبيه عندها قانونينها اللي يقدروا يدافعوا عنها. احنا معنيين كحوار مجتمعي مناقشه لائحه الاهلي. هو دلوقتي في حوار مجتمعي يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل. انا لم ارى في حياتي مجلس اداره بيتعرض الى هذه الحمله وانا في حاله فزع. وانا هستشهد بصالح سليم للكابتن عادل دلوقتي. حمله ممنهجه في صدى البلد شوبير واحمد موسى. ويا اخي الناس بتتكلم كلام حتى مش وعياله. يعني النهارده لما شوبير بيتكلم عن المقرين، يعني انا النهارده لما بتهاجم في الاهرام انا بتعرض لحمله ممنهجه. انت شخص مش مؤسسه. لا انا بتعرض رد. عشان المؤسسه. رد. ومحمود طاهر شخص وانت شخص وابراهيم شخص. حقك ترد. انا بتكلم على كيان انا بحبه بصرف النظر عن الاشخاص بقى. الله، ما انت بتتكلم على الاشخاص. ما انا جاي، انا خليني بس اكمل. يعني لما يجي شوبير يقول ايه قوه النادي الاهلي في وحدته، هنرجع تاني للمقرين دول، وضرب مثل بالولايات المتحده الامريكيه. هو ما قراش حتى يعني ايه ولايات متحده امريكيه. هو ما يعرفش الولايات المتحده الامريكيه دي ولايات 52 ولايه، كل ولايه لها قانونها ولها برلمانها ولها حاكم. ملوش علاقه بالولايه الثانيه. لا ليه علاقه؟ طيب. لا لا فيدرال. تجمعهم فيدرال. تجمعهم الفيدراليه يا سيدي. طيب. انا والله طيب. انا راجل. لا انت راجل استاذنا فاهم. ده انت بتاع. لكن هل كل ان هم ولايات، انا طبعا مش عشان ما انسحبش بس الكلام على المقرات، هل ده اعفى ان تكون القوه العظمى في العالم؟ يا اخوانا بلاش. لما نيجي نختلف موضوع. اعمل لي فرق قياس مختلف. نختلف موضوع. لا لا انا بختلف موضوع. انت تعالى بس، انا عايز اقول لك حاجه بخصوص المقرين. ليه انا يعني انا اولا يعني ما حد يجي يقول لي انا زي اقول الباشمهندس عدلي، انا خايف ان النادي الاهلي يتقسم، والنغمه اللي شغاله دلوقتي في صدى البلد الاهلي بتقسم. طيب يا سيدي خلينا نتناقش بالعقل. لو انت كاتب في الكارنيه العضويه عدلي الايعي عضو النادي الاهلي بالجزيره، محمد بدر عضو النادي الاهلي بمدينه نصر، انت بدات ممكن من الممكن انك انت تقول والله ده ممكن يعمل تقسيم. لكن انت عندك كشف جمعيه عموميه، لا انت عارف مين اللي في مدينه نصر ولا انت عارف مين اللي في الجزيره. فيطلع تاني مره تانيه شوبير يقول لك ده وصلنا. شوف الكلام اللي بيزعلنا، ان لما بتوع الجزيره يروحوا مدينه نصر يبصوا لهم كده ويقولوا كده يعني يشمئزوا، والعكس. طب هو احنا حاطين على 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 يعني كل واحد فينا حط على اورته كده هو الجزيره؟ لا الناس عارفه بعضهم التردد. لا طب انا ايه؟ انا بترد على مدينه نصر. انت راجل من كفر الزيات وسياسي عريض. يا باشا انا بترجاك، انا والله العظيم. لا انت منشاك الجزيره. اتكلم يا لا انا اهلي ماليش، ما اعرفش ايه الجزيره. ما دي النقطه. انا لا اعرف اهلي. اسمع بس، اقول لك الحاجه، انا لا اعرف جزيره ولا اعرف مدينه نصر ولا اعرف زايد. انا اهلي.